بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج حروف. نرحب بأعضاء الفريقين المشاركين معنا في هذا اللقاء، الفريق الأخضر ناصر الدنياوي وزيد الجلعود، الفريق الأحمر حمد الدوسري وعصام الخالدي. توقفنا في حلقة الأمس مع الجولة الرابعة وكان معنا رقم 5، الآن ندخل إلى الجولة الرابعة من خلال رقم 5. رقم 5 على حرف الكاف. بالمناسبة تعلمون أن النتيجة كانت في الحلقة الماضية 2-1 لصالح الفريق الأخضر، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح إن شاء الله. حرف الكاف شجر يستعمل لحاؤه دواء للحمى ويستخرج منه الكنين. الكينة. الكينة صحيح. اختيارك، ماذا تختار؟ حرف الميم. حرف الميم، علي صوتك يا عصام. ما هي جائزة قريش لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، 100 ناقة. 100 ناقة صحيح. حرف القاف. حرف القاف، جلسة على الركبتين يلتصق. نعم، قعود. خطأ. الأحمر، قرفصاء. قرفصاء صحيح. الجلسة على الركبتين يلتصق فيها البطن بالفخذ واسمها القرفصاء. اختيارك. رقم جيم. حرف جيم. حرف جيم، الظاهرة الصوتية التي تميز الأصوات الموسيقية عن بعضها البعض. جرس موسيقي. جرس موسيقي صحيح. تفضل. حرف الراء. حرف الراء، في عام 1380 هجرية تم إنشاء هيئة خاصة مسؤولة عن كل ما يتعلق. نعم، رئاسة تعليم البنات. رئاسة تعليم البنات صحيح. نعم، رقم واحد. رقم واحد. حرف الواو، نادي رياضي في دبي اختار اللون الأصفر. نعم، الوصل. الوصل صحيح. ما شاء الله عليك يا زيد. حرف التاء. بس يا عصام بالمرصاد واقف لك، وانا شايف ناصر وحمد يتاهبون للسؤال، الاسئله العميقه والعميقه. نعم، تفضل. حرف التاء. حرف التاء، انتبه. اصبح العرب يا صاحب الفخامه ينظرون الى قضيه فلسطين كانها قضيه حياه او موت، وهي ان لم تعالج بالحكمه وعلى اساس حقوق العرب فانها قد تجر الى متاعب ومشكلات لا يعلم نتائجها إلا الله. وجه هذه البرقية الملك عبد العزيز رحمه الله في 24 من مايو 1946 إلى الرئيس الأمريكي، فمن هو؟ نعم، هاري ترودمان. هاري ترومان. هاري ترومان صحيح. هاري ترومان صحيح. اختيارك. اختيارك. رقم 4. رقم 4، إذا جبت إجابة صحيحة تكمل الخط وتفوز بالجولة وتفوز بالمباراة بالتالي. انتبهوا يا أحمر. حرف اللام، من أفضل المأكولات وأكثرها تغذية فهو غني بالبروتين وبعض الفيتامينات وبالكالسيوم الذي يبني عظام الجسم والأسنان. نعم، اللبن. لبن صحيح. صحيح. هكذا انطلق الأخ زيد الجلعود وأكمل الخط وفاز في الجولة، وبالتالي فاز الفريق الأخضر بالمباراة، مبروك. أما الفريق الأحمر فالشكر والتحية لهما لأنهما بذل مجهودا طيبا وحصل كل منهما على مبلغ 530 ريال. إن شاء الله نراكم في مناسبات قادمة ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا. أما الآن مشاهدين الأعزاء فنصل معا إلى فقرة دائرة الضوء. من الفريق الأخضر الأخ زيد الجلعود إلى دائرة الضوء، فليتفضل.
أنت الآن يا زيد في دائرة الضوء، انظر إلى الشاشة وركز النظر على اللوحة الإلكترونية، حاول أن تقطع هذه اللوحة من اليمين إلى اليسار أو العكس خلال 60 ثانية، مجيبا على الأسئلة إجابات صحيحة تفوز في هذه الحالة بسبيكتين ذهبيتين. إذا كنت جاهزا الآن فابدأ على بركة الله واختار الحرف الذي تريد. حرف الهاء. حرف الهاء. عاصمة جمهورية كوبا ومن أهم ثغورها. هافانا. هافانا صحيح. حرف الحاء. الحاء هي حالة من يستطيع أن يفعل ما يشاء بمحض إرادته. حرية. حرية صحيح. حرف الخاء. حرف الخاء هو الشخص المتخصص في علم أو مسألة معينة وله فيها خبرة واسعة. خبير. خبير صحيح. حرف اللام. كلمة تعني برق ولمعة. لعلع. لعلع صحيح. حرف الميم. حرف الميم قطرات من الماء تتساقط من السحب إلى الأرض. مطر. مطر صحيح. صحيح. إجابات كلها صحيحة، مبروك فوزك بالسبيكتين الذهبيتين، تفضل إلى مكانك. والآن أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نتعرف على الفريق الأحمر الجديد. والآن مشاهدين الأعزاء نعود لمتابعة البرنامج ونلتقي الآن مع الفريق الأحمر الجديد عصام حكمي وسليمان الطير. نكرر التحية للفريق المتابع معنا الأخ ناصر الدينياوي وزيد الجلعود. ندخل الآن مباراة جديدة من 5 جولات، الفوز ب3 جولات منها يفوز بالمباراة. ندخل الجولة الأولى من خلال حرف التاء. حرف التاء عملية أساسية لحياة النبات تقوم بها الأجزاء الخضراء من النباتات. نعم. تغذية. خطأ. الأخضر. عملية أساسية لحياة النبات تقوم بها الأجزاء الخضراء من النباتات وعن طريقها ينتفع النبات بالطاقة الشمسية. نعم. تمثيل ضوئي. تمثيل ضوئي صحيح. صحيح. ممتاز ناصر، تفضل اختيارك. حرف الخاء. حرف الخاء قصر أثري يعود تاريخه إلى فترة ما قبل الإسلام ويقع في 1 فيت بحائل. نعم. قصر خراش. قصر خراش صحيح. ممتاز يا زيد، تفضل. حرف الصاد. حرف الصاد هم المسلمون الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صحابة. صحابة نعم صحيح. اختياركم. حرف الجيم. حرف الجيم ذهب، وإجابة ذهبية إن شاء الله، وجائزة ذهبية. خليك معنا يا ناصر الإخوان عصام وسليمان. هو في اللغة والأدب، في اللغة معناها الأعوان أو الأنصار أو العسكر. نعم. جند. جند صحيح. مبروك سبيكة ذهبية يا زيد. شكرا. ما شاء الله عليك منطلق. شكرا. ولا أحد يعرف وقفه من الفريق الأحمر. انتبهوا يا عصام سليمان، حطوا له حجرة في طريقه. ها اختيارك يا رقم 3. رقم 3 حرف الزاي طعام يتخذ للسفر. نعم. زاد. زاد أو زواد. نعم. أها. حرف النون. حرف النون بتكمل الخط وتفوزوا بالجولة. حرف النون. دبير السؤال. أنشأ الأمير فيصل في عهد والدي عبد العزيز رحمهما الله بالطائف هذه المدرسة، ثم انتقلت إلى جدة وضمت إلى وزارة المعارف، فما اسمها القديم؟ نعم. الندوة. خطأ. أحمر. نصيفية. خطأ. هي النموذجية. نموذجية. المدرسة النموذجية. النون مرة ثانية من جديد. إليه كانت أولى رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم التي وجهها إلى الملوك والأمراء. نعم. النجاشي. النجاشي ملك الحبشة صحيح.
هذا عصام قطع الخط هذه المرة. نعم. حرف الشين. حرف الشين. التوجه لمقام الله تعالى للعفو عن ذنوب المؤمنين. نعم. الشفاعة. الشفاعة صحيح. تفضل. حرف العين. حرف العين. حرف العين. جبل أحد يقع شمال المدينة المنورة، ولكن المطلوب هو اسم الجبل الذي يقع جنوبي المدينة. نعم. جبل رماه. خطأ. حرف العين. إيه. أخضر عارفين. هو جبل أحد. جبل أحد يقع شمال المدينة المنورة، لكن المطلوب هو اسم الجبل الذي يقع جنوبي المدينة. جبل عقيق. لا. جبل عير. عين جديد. عين جديد. قالوا عنه إن إسلامه كان فتحا وهجرته كانت نصرا وإمارته كانت رحمة. من هو؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب صحيح. صحيح. تمام تمام. تفضل اختيارك. حرف الراء. حرف الراء. حرف الراء. إذا أجبت عن هذا السؤال يا أخضر تكمل الخط. انتبهوا يا أحمر. عدد ركعات صلاة العيد. ركعتان. ركعتان صحيح. وهذه المرة الأخ سليمان قطع الخط على الأخضر. اختياركم يا أحمر. أيوة. رقم ثلاثة. رقم اثنين أو ثلاثة اللي تحت السين. اثنين. رقم نعم رقم اثنين تحت السين. حرف الياء. يصل قطعتين من الفلز بصهرهما. يلحم. يلحم صحيح. يلحم. توصل قطعتين من الفلز بصهرهما وضغطهما معا او بوضع فلز منصهر بينهما تسمى هذا يلحم. اختيارك. رقم تسعة. رقم تسعة. واو. في اللغة تعني كسر الشيء وتقال البعير اذا القى براكبه. نعم. وعر. خطأ. الاخضر. في اللغة تعني كسر الشيء وتقال للبعير اذا القى براكبه فكسره وهو اسم عربي قديم. نعم. وقع. خطأ. اسم عربي قديم. لا انتهى. انتهى الوقت. قول بس بدون وقص. ها؟ وقصت الناقة. وقصت ناقة. نعم وقاص. نعم وقاص. بدون علامات بس صحيح. رقم تسعة من جديد. حرف الثاء. أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، يبلغ عدد آياتها 286 آية، بينما سورة الكوثر هي أقصر سورة بالقرآن الكريم، فكم عدد آيات هذه السورة؟ ثلاث آيات. ثلاث آيات صحيح. طبعا سهل يا سليمان، سهل جدا السؤال، بس مرات بيجي سهل وصعب. تفضل اختياركم. حرف ال حرف الحاء. حرف الحاء. حرف الحاء. إذا أجبت عن هذا السؤال تكمل خطك وتفوز بالجولة. طائر طويل العنق رمادي اللون طعمه لذيذ يتم صيده غالبا بالصقور. نعم. حبارن. حبارن صحيح. أكمل الفريق الأحمر الخط وفاز بالجولة وأصبحت النتيجة 1-0 لصالح الفريق الأحمر. نبدأ الجولة الثانية من خلال حرف الصاد. أداة تثبت في أنبوب الماء أو وعاء الماء. نعم. صنبور. صنبور صحيح. اختيارك. حرف الفاء. الفاء. غاز يستعمل في التبريد. نعم. فريون. فريون صحيح. زيد ياخذ دائما فترات كذا راحه وبعدين ينطلق من جديد. تفضل. حرف التاء. حرف التاء. صحابي كنيته ابو رقيه اسلم عام 9 للهجره، اول من اسرج السراج بالمسجد، توفي في فلسطين عام 40 هجريه. نعم. تميم الداري. تميم بن اوس الداري. ممتاز. تفضل. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. حرف السين. بعد التوسعة الأخيرة للمسجد النبوي الشريف في عهد خادم الحرمين الشريفين تم تزويد المسجد بعدد من القباب المتحركة. نعم. سبع قباب. خطأ. الأحمر. فكم يبلغ عدد تلك القباب؟ ست قباب.
خطأ، يبلغ 27 قبة. والآن مشاهدينا الأعزاء تعالوا بنا نشاهد هذه اللقطات التي تصور القباب المتحركة والخيام التي تفتح وتغلق أوتوماتيكيا فوق الحرم النبوي الشريف. كما زود المسجد ب27 قبة متحركة، زينة الواحدة 80 طنا، ويتم فتحها وغلقها بطريقة كهربائية عن طريق التحكم عن بعد، مما يتيح الاستفادة من التهوية الطبيعية في الفترات التي تسمح فيها الأحوال الجوية. ويتكون الوجه الداخلي للقبة بطبقات محفورة من خشب الأرز المغربي، وكذلك مساحات محلات بورق الذهب، بالإضافة إلى 1000 حجر أمازونيت من كينيا في أطر مذهبة. أما الحصوتان المكشوفتان اللتان تقعان بين المسجد القديم والتوسعة السعودية الأولى، فقد تم إقامة 12 مظلة ضخمة يتم فتحها وغلقها أوتوماتيكيا، وذلك لحماية المصلين من وهج الشمس ومياه الأمطار، والاستفادة من الجو الطبيعي حينما تسمح الظروف بذلك. وتشكل هذه المظلات جزءا لا يتجزأ من نظام التكييف الشامل. نعود الآن لاستئناف البرنامج، وما زلنا مع الرقم 3 حرف الغين. في الألوان ما يميل إلى السواد. نعم، غامق. غامق صحيح. يا زيد، حرف العين. حرف العين، هذا السؤال انت بيقوله. في طريقه من الرياض متجها إلى الحجاز عام 1343 هجرية، قال القائد العربي الكبير: إني مسافر إلى مكة لا للتسلط عليها. نعم، الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز صحيح. أنا أكمل العبارة: إني مسافر إلى مكة لا للتسلط عليها بل لرفع المظالم التي أرهقت كاهل العباد. إني مسافر إلى مهبط الوحي لبسط أحكام الشريعة وتأييدها. قلنا القائل الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. خيارك. حرف القاف. حرف القاف، عكس الحديث أو الجديد. نعم، قديم. قديم. خياركم. حرف الميم. حرف الميم بحر. ذهب. هي عاصمة الاتحاد الروسي وأكبر مدنه. نعم، موسكو. موسكو صحيح. إجابة صحيحة، مبروك عليك الذهب يا سليمان. كم عندك، سبيكتين صار ولا واحدة؟ واحدة. طيب تفضل. رقم 5. رقم 5. رقم 5 حرف الطاء. كتاب شهير لمحمد بن سلام الجمحي يعتبر مصدرا هاما لمراتب الشعر والشعراء. نعم، طبقات. طبقات الشعراء صحيح. تيارك. حرف الراء. حرف الراء، هو احد مواقع حقول البترول المعروفة التي تقع بالقرب من الجبال، فما اسمه؟ نعم، رأس الغار. رأس الغار صحيح. اختيارك. رقم 9. رقم 9 حرف الكاف، احد امراض الهيكل العظمي في الاطفال وينشأ عن نقص. نعم، كساح. كساح صحيح. ينشأ عن نقص فيتامين ايه؟ ألف. خطأ. دال. دال. عفو. دال. دال صحيح. دال. اختيارك. رقم 4. رقم 4 حرف الزاي، هو جار الله أبو القاسم محمود عالم التفسير الفذ. نعم، الزركلي. خطأ. الأحمر. الزمخشري. الزمخشري صحيح. من كتبه تذكر كتب له يا سليمان؟ يا زيد أو الإخوان ناصر أو عصام. الكشاف وأساس البلاغة والأمالي. اختيارك. اختيارك سليمان. الأحمر.
اختيار الدال. ها الدال. طريق يمر من واحة فيد هدفه خدمة حجاج بيت الله الحرام. نعم. درب زبيدة. درب زبيدة صحيح. الحجاج القادمين من أين يخدمون؟ من الشام والعراق. من العراق. نعم. وقد أنشأته زبيدة زوجة هارون رشيد. هارون رشيد صحيح. تفضل. حرف الخاء. حرف الخاء. وين حرف الخاء؟ بعيد عنك. رقم ثمانية ولي بقفل لك الخط يا يعني. رقم ثمانية عفوا. أنا ما نتدخل لكن نعم. واضح أمامك على الشاشة. نعم رقم ثمانية. رقم ثمانية. إذا فزتوا بهذا الجولة تتعادلوا، يصير تعادل واحد واحد. حرف الياء. طائر يشبه الحمام. نعم. يمام. يمام صحيح. أقفل عليكم الخط. لا يوجد فرق بينه وبين هذا الطائر لأنه أصغر حجما وأطول ذيلا. نعم. تيارك يا زلمة. الألف. الألف. حرف الألف. مسجد يقع في شارع الستين في شمال الشرق من البقيع، كان سابقا منزلا لبني معاوية بن مالك بن عوف. ها أحد يعرف؟ تفضل. مسجد الغمامة. خطأ. الأحمر. مسجد يقع في شارع الستين في شمال الشرق من البقيع، كان سابقا منزلا لبني معاوية بن مالك بن عوف. ها الأوس. لا الإجابة. أحد يعرف الإجابة؟ هو مسجد الإجابة. حرف الألف مرة ثانية. في عام 1935 أصدر الملك المؤسس رحمه الله قرارا يقضي بإرسال بعثة مؤلفة من 10 شبان لتعلم الطيران في هذه الدولة الأوروبية. نعم. إيطاليا. إيطاليا صحيح. اختيارك أخضر. رقم سبعة. رقم سبعة. يفيدكم رقم سبعة. قصر السلطان العثماني. حرف الياء. قصر السلطان العثماني في اسطنبول عبارة عن بنايات وحدائق وقد أصبح الآن متحفا ومكتبة. نعم. يا صوفيا. هيا صوفيا. خطأ. الأحمر. قد أصبح الآن متحفا ومكتبة غنية بالمخطوطات ومعناها النجمة. يالدز. ما زلنا برقم سبعة. حرف الواو. في الرياضيات هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. نعم. وتر. وتر صحيح. تيارك يا رقم أطلع. واحد. رقم واحد. ما في أمامك سبيل غيره. حرف الثاء. في اللغة لفظة تقال للذي يخلط في الكلام. ثرثار. لا مش ثرثار. الأخضر. ثلغ أو ثلغ. خلاص خلاص هي ثغثاغ. ثغثاغ. نعم. رقم واحد جديد. حرف الغين. من الأعمال المحرمة التي نهانا الله عنها. نعم. غيبة. الغيبة صحيح. صحيح. النتيجة واحد واحد لصالح الفريقين. تعادل. ننتقل الآن إلى الجولة الثالثة من خلال حرف الشين. مجموعة أنابيب ومشعل للتخلص من الغازات الزائدة غير المرغوبة. نعم. شفط. خطأ. نعم. شكمان. خطأ. مجموعة أنابيب ومشعل خاص للتخلص من الغازات الزائدة غير المرغوبة في أبار الزيت والغاز أو معامل التكرير. ماذا يطلق عليها؟ ناصر عارف بدون علامة. ناصر عارف. شعلة. شعلة صحيح. صحيح. لو أدركتها قبل الجرس لكنت أخذت الجائزة. نعم. على حرف الشين. تحول لون الشعر الطبيعي إلى اللون الأبيض. شيب. شيب. نعم. هذا سهل السؤال جدا جدا. يلا. حرف الراء. حرف الراء. حرف الراء. طيب. في الدوحة تصدر تلك الجريدة اليومية منذ عام. نعم. الراية. الراية صحيح. اختيارك. حرف العين. حرف العين. يقول الله تعالى، هذا السؤال عليه ذهب. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عاهدتم صحيح. مبروك على كذاب. كم سبيكة صار عندك يا زيد؟ ما تعرف لكن كثير الظاهر. ناصر ما في ولا واحدة. حاول حاول تكسر لك واحدة. وانت واحدة. طيب يلا تفضل اختيارك. حرف الجيم. حرف الجيم. مدينة إيطالية وأيضا الميناء الرئيسي للبلاد. نعم جنوة. جنوة صحيح. اختيارك. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. يا ناس أوقفوا الزيت انطلق. أوقفوا بالحق. ما احنا قلنا بشيء. رقم ثلاثة يا زيد. حرف الياء. هو رمز الخيانة في تاريخ الأديان. كان من تلاميذ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وباعه لأعدائه مقابل 30 قطعة من الفضة. فمن هو؟ نعم يهودا. يهودا الإسخربوطي صحيح. اختيارك. حرف الحاء. حرف الحاء. شكل من أشكال الطاقة الحركية يقاس ب... نعم يا عصام. حركة. خطأ. الأخضر. شكل من أشكال الطاقة الحركية يقاس بالترمومتر. حرارة. حرارة صحيح. يلا اختيار. رقم اثنين. رقم اثنين. هذا بحرف الزاي سهل جدا. ضد الشهيق. زفير. زفير صحيح. الزر هذا. تارك. حرف الميم. برنامج من النشاطات المسرحية أو الموسيقية أو السينمائية يقام على نحو دوري عادة في مكان بعينه. نعم مهرجان. مهرجان صحيح. اختيارك. رقم ستة. الرقم ستة. إذا أجبتم عن هذا السؤال تفوز بالجولة وتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفريق الأخضر. حرف الطاء. قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى. نعم جبل الطور. من جانب الطور. انتهى وقتك. جانب الطور الأخضر. قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس. طوى. طوى. طوى صحيح. أكمل الأخضر الخط وفاز بهذه الجولة وأصبحت النتيجة 2-1 لصالح الأخضر. ننتقل الآن إلى الجولة الرابعة من خلال حرف الباء. لقب القصيدة التي أنشدها الشاعر المخضرم. نعم بردة. بردة صحيح. تيارك. حرف القاف. القاف. ربما تعدل الحال بهذه الجولة يا أحمر. هي الطبقة الخارجية من الأرض. نعم قشرة أرضية. قشرة الأرض. قشرة أرضية صحيح. تيارك. حرف الحاء. حرف الحاء. جاءت إلى مكة المكرمة عام المجاعة لتسترضع أبناء أثريائها. نعم حليمة السعدية. حليمة السعدية. جاءت لتسترضع أبناء أثرياء مكة فارضعوها محمدا اليتيم فجلب لها السعد والفرح ودخلت هي التاريخ كمرضعة لسيد البشر أجمعين عليه صلوات الله وسلامه. اختيارك. حرف الجيم. حرف الجيم. من عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. دخلت الجنة صحيح. اختياركم يقدر. حرف الشين. حرف الشين. في الغالب هو أسعد شهر في تاريخ الأزواج. شهر العسل. شهر العسل صحيح.
تزوج ولا لا يا عسل؟ نعم جديد. شهر عسل يعني؟ أو قضى شهر عسل؟ سنة عسل. سنة عسل إن شاء الله تستمر على طول. وسليمان تزوج أيضا؟ قريب ولا؟ لا عندي بنت ولد. ما شاء الله الله يحفظك إياهم إن شاء الله. جميل إن شاء الله. ناصر متزوج طبعا؟ إي نعم. عندك أولاد كم البركة؟ سبعة. الله يطرح فيهم البركة إن شاء الله. جزاك الله. ويتربوا تربية صالحة ويفيدوا الوطن إن شاء الله. جزاك الله. الأخ زيد؟ تقريبا يعني. شو تقريبا؟ يعني حوالي خمسة تقريبا. طيب الله يحفظ لك اياهم ان شاء الله، يطرح فيهم البركة ويطلع من البلاد الصالحين جميعا. اختياركم؟ حرف العين. هذا اللي في شهر العسل ما زال، ها في سنة العسل. ان شاء الله يكون جوابك عسل. ان شاء الله. يا عسل على رأيك. ايوه، حرف السين؟ حرف العين. الاسم الذي يطلق على مدن الخرطوم وام درمان وخرطوم بحري. نعم. عاصمة المثلثة؟ العاصمة المثلثة صحيح. اختيارك؟ رقم أربعة. رقم أربعة، حرف الكاف. نبات من الفصيلة الوردية، موطنه جنوب القوقاز وشمال إيران واليونان. ثمره صغيرة مستديرة، لونها أحمر داكن أو فاتح. نعم. كنار. خطأ. أو الكين. خطأ. الأحمر. الأخضر. الأخضر. ثمره صغيرة مستديرة، لونها أحمر داكن أو فاتح، تؤكل طازجة أو معلبة. كرومب. الكرومب. كرومب خطأ، هو الكرز. كرز. لا كرومب لونه أحمر فاتح أو داكن. لا لا. رقم أربعة جديد، حرف اللام. مدينة أمريكية في نيفادا هي منتجع سياسي. نعم. لاس فيغاس. لاس فيغاس صحيح. سيارك. حرف التاء. حرف التاء. واحدة من أهم المشكلات التي تواجه وتهدد الكثير من الدول ومعناها زحف الصحراء. تصحر. تصحر صحيح. يارك. حرف السين. حرف السين. هذا ذهب، سؤال ذهبي وإجابة ذهبية إن شاء الله من أي واحد. وسبيكة ذهبية، حالة الاستغراق في الغياب عن الوعي والإدراك. سبات. سبات صحيح. الأخ زمان الطير من الفريق الأحمر أضاف سبيكة ذهبية لما عنده، مبروك. الله يبارك. اختياركم؟ ثلاثة. ثلاثة. رقم ثلاثة، حرف الزاي. عقد ينظم الارتباط. نعم. زواج. مضبوط مضبوط هو صحيح صحيح. هو عقد ينظم الارتباط بين الرجل والمرأة، زواج طبعا. اختياركم؟ راء ولا لام؟ راء. حرف الراء. هذا حرف الراء. نعم. راء. حرف الراء. انتبهوا على هذا السؤال، إذا أجبت صحيح فتكمل الخط وتصبح النتيجة 2-2 تعادل يعني. طائر خرافي. الرخ. الرخ صحيح. نقطع الخط عليكم. زيد. رقم تسعة. أو ناصر، أي واحد فيكم. رقم تسعة. هي مساحات، حرف الميم. هي مساحات تسن الدولة القوانين من أجل حماية نوع معين من الحيوانات من الانقراض. نعم. محميات. محمية. ومحميات صحيح. في الواقع جهود الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة العربية السعودية جهود تثير الإعجاب. تعالوا بنا الآن نشاهدوا معا جانبا من نشاط هذه الهيئة. الحياة الفطرية في مختلف أنحاء الجزيرة العربية غنية ومنوعة، وقد أصبحت المحافظة عليها الآن هدفا وطنيا. فقد أدى الإفراط في الصيد في الماضي إلى نقص أعداد الحيوانات والطيور، وأصبح كثير منها معرضاً للانقراض. لهذا أصدرت الدولة قوانين حازمة للمحافظة عليها، وهناك الآن أكثر من 70 منطقة محمية من أجل المحافظة على أنواع مختلفة من الحيوانات في البر والبحر للأجيال المقبلة.
نعود مرة أخرى لاستئناف البرنامج والفرصة مع الفريق الأخضر، اختياركم. حرف الخاء. حرف الخاء. الذنب أو المعصية أو الفعل غير الأخلاقي. نعم. خطيئة. خطيئة صحيح. أكيد الأخزيد أنت موظف ليس طالب، طالب مو طالب. نعم. نعم موظف. وين؟ في التعليم يعني في سلك التعليم. في سلك التعليم. نعم. ما شاء الله. تارك أزيد. حرف النون. حرف النون. حرف النون ازدياد وكثرة. نعم. نمو. نمو. صحيح. يعني كلمة قلت أو كلمتين، ازدياد وكثرة عددية بواسطة الإضافة أو التغير باتجاه حالة متطورة. نعم. تارك. حرف الدال أو الألف. رقم واحد. الدال اللي بيجي معاك الآن أو رقم واحد أيضا. رقم واحد. رقم واحد حرف الكاف. بتكمل الخط ها؟ حرف الكاف. قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم. نعم. كهاتين. كهاتين. وأكمل. طيب. وأشار بإصبعي. وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. نعم. أنا وكافل اليتيم. كهاتين. كهاتين في الجنة. في الجنة. تيارة. حرف الدال. حرف الدال للفريقين، من يجيب على هذا السؤال إجابة صحيحة يفوز بالجولة، إما تصبح النتيجة 2-2 أو 3-1. يلا. من الزواحف المنقرضة، هائل الجسم طويل الذيل. ديناصور. 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 انتهت الجولة بفوز الفريق الأحمر وأصبحت النتيجة تعادل الفريقين بجولتين لكل منهما. ننتقل الآن إلى الجولة الخامسة والحاسمة من خلال حرف التاء. من أهم مدن الجمهورية العربية اليمنية. نعم. تعز. تعز صحيح. يارب. رقم تسعة. رقم تسعة في حرف الياء. يصدر حكما على أمر ما بعد دراسة. نعم. يقضي. خطأ. الأخضر. يصدر حكما على أمر ما بعد دراسة وتمحيص، وغالبا ما يتعلق هذا المعنى بالأمور والأحكام الدينية. يحكم أو ينقض. لا يقضي ولا يحكم، هي يفتي. 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 نعم. رقم تسعة جديد. حرف الغين. الشخص الذي يأتي لديار غيره دون. نعم. نعم. غريب. غريب صحيح. تارك. حرف الشين. حرف الشين. نجم ضخم تتبعه مجموعة من الكواكب. شهاب أو شهب. خطأ. شمس. شمس صحيح. حرف الباء. حرف الباء. هل تعلموا يا شباب أنه الشمس أقرب نجوم للأرض؟ نعم. أي معروف. حرف الباء يعمل على اتحاد النيتروجين والأكسجين مكونا أكاسيد النيتروجين. نعم. برق. برق صحيح. اختيارك يا أحمر. حرف العين. يا أخضر بدأ الأحمر شكل خطورة عليكم. حرف العين. أسرة من الخلفاء تنتسب. نعم. العباسية. العباسيون صحيح. صحيح. قاف. حرف القاف. حرف القاف. حرف القاف يعرفه المجمع اللغوي بأنه تقدير الشيء المادي أو المعنوي بواسطة وحدة معينة لمعرفة. نعم. قياس. قياس صحيح. انطلق الأحمر وانطلق عصام كما انطلق زيد من قبل، ولا ندري إلى متى ستنتهي النتيجة. نعم. تيارك عصام. خمسة. الأحمر. خمسة. رقم خمسة. حرف الطاء. ورقة رسمية تمثل الأجرة. طابع بريدي. طابع بريد صحيح.
قطع الخط عليكم باللحظة المناسبة. اختيارك يا أخضر. حرف الألف. حرف الألف. صوت الطائرات ماذا نسميه؟ نعم. عزيز. عزيز صحيح. اختيارك. رقم واحد. رقم واحد. حرف الواو. الرزانة والحلم. نعم. ورع. ورع. خطأ. ها. وقار. وقار صحيح. اختيارك أحمر. حرف الجيم. حرف الجيم. إذا أجبت إجابة صحيحة تفوز في الجولة وبالتالي تفوز بالمباراة. انتبهوا يا أخضر زيد وناصر. أنتم مشيتوا مشي يعني مرحلة طويلة. من أسماء الله الحسنى ومعناه العظيم الكبير المنزه عن كل عيب. جليل. الجليل صحيح صحيح. هكذا أكمل الفريق الأحمر الخط وكسب الجولة وفاز بالتالي بالمباراة. ألف مبروك للفريق الأحمر. أما الفريق الأخضر الأخ ناصر الدنياوي وزيد الجلعود فقد استمر معنا فترة جيدة وكان يجيبان على أسئلتنا بكل نشاط وبديهية. الآن أيها الإخوة نشكر الإخوين ناصر وزيد ولكل منهما مبلغ 710 ريالات. نأمل أن نلقاكما في لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء. والآن مشاهدينا الأعزاء نصل معا إلى فقرة دائرة الضوء. من الفريق الأحمر الأخ عصام حكمي إلى دائرة الضوء فليتفضل. أنت الآن يا أخ عصام تقف في دائرة الضوء. انظر أمامك إلى الشاشة وركز النظر على اللوحة الإلكترونية. حاول أن تقطعها يمينا أو يسارا أو العكس خلال 60 ثانية. إذا أجبت إجابات صحيحة تحصل على سبيكتين ذهبيتين. إذا كنت جاهزا الآن ابدأ باختيار الحرف الذي تريد وعلى بركة الله. حرف الفاء. الفاء. سياسي فرنسي ترأس بلاده لفترتين متعاقبتين. فرانسوا ميتران. فرانسوا ميتران صحيح. حرف الميم. حرف الميم. هو المصاب بداء فلا يستطيع الوقوف أو الحركة وقد أخذ من النسر الذي صيد وأخذ ريشه. ها. حرف العين. حرف العين. أقرب كواكب المجموعة الشمسية. عطارد. من الشمس. عطارد. عطارد صحيح. حرف الحاء. هو مقدرة الحي على تأدية وظيفته. حيوية. حيوية صحيح. حرف القاف. القاف. من الآثار الواقعة في شمال رأس الخيمة. حرف الخاء. قول يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. خبر. حرف الدال. خبر صحيح. الدال. هي أول الكتاب وفاتحة. ديباجة. ديباجة. حرف النون. ديباجة صحيح. النون مركز كتلة الذرة ومركز شحنتها الموجبة. نواة. نواة صحيح صحيح. مبروك مبروك أخ عصام فزت بسبيكتين ذهبيتين. هناك سؤالان لم تستطع الإجابة عنهما وهما من الآثار الواقعة في شمال رأس الخيمة قصر الزباء والمصاب بداء فلا يستطيع الوقوف والحركة مقعد. شكرا لك وتفضل إلى مكانك. والآن مشاهدينا الأعزاء نتعرف إلى فريق أخضر جديد. نعود الآن لاستئناف البرنامج ونتعرف على الفريق الأخضر الجديد عبد العزيز أرميح وأسامة الحسيني. نجدد التحية للفريق الأحمر المستمر معنا عصام حكمي وسليمان الطير. مباراة جديدة 5 جولات. الجولة الأولى منها نبدأها من خلال حرف الألف.
جزء من القناة الغذائية يمتد من المعدة ويتألف من مشيمة دقيقة وغليظة. نعم. 12. خطأ. الأخضر. جزء من القناة الغذائية يمتد من المعدة ويتألف من مشيمة دقيقة وغليظة. أمعاء. أمعاء صحيح. اختيارك. اختيارك يا أخضر. حرف الباء. الباء. حبشي تيمي وكان مولى أمية بن خلف. نعم. بلال بن رباح. بلال بن رباح صحيح. ارفع صوتك يا سليمان مرة ثانية. اختيارك. السين. حرف السين. المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك خلال وحدة زمنية واحدة وهي ثابتة في الحركة المنتظمة. سباق. خطأ. أخضر. نعم. سرعة. سرعة صحيح. اختيارك أخضر. رقم 3. الرقم 3 نؤجل إلى الغد حيث أدركنا الوقت الآن، وحتى نلتقي نتمنى لكم مشاهدين الأعزاء أحلى الأوقات وأطيبها. شكرا، تحية، وإلى اللقاء.